مع فريق الكوكب المراكشي. مشات كرة أمامية من جانب الرجاء الرياضي لفائدة الإمام بيدي، البحث عن التسديدة، التسديدة فريق الرجاء، هدف عالمي هنا في المدينة العالمية والمدينة التي سجلت العالمية لفريق الرجاء امام فريق بايرن ميونخ الالماني. يستعيد من خلالها فريق الرجاء العالمية بانتصار على حساب الكوكب المراكشي وبهدف عالمي من توقيع لاعب اكيد استغل الفرصة واختار القرار الصائب لماما بيدي منحل هدف التالي لفائدة فريق الرجاء الرياضي، هدفين دون مقابل، هدفين دون مقابل والرجاء